الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، يعني سددوا وقاربوا. ولهذا استقيموا إليه واستغفروا، بمعنى قد لا يستطيع الإنسان ببشريته وضعفه أن يقوم بالاستقامة على وجهها. طبعا الآيات في كتاب الله أربعة تقريبا أو خمس استقامة: فاستقم كما أمرت ومن تب معك ولا تطغوا. استقم ولا تطغوا، بمعنى مقابل الاستقامة الطغيان. الآية الثانية: فلذلك فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه. إذن استقم ولا تطغوا، واستقم ولا تتبع أهواءهم. وقال الله عز وجل لموسى وهارون: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. إذن يقابل استقامة اتباع غير منهج الله عز وجل الذين لا يعلمون. الآية الرابعة: استقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه واستغفروه، التي قد نقف عندها، نقف عندها كل الآيات كلها، لأن في كلام للسلف جميل في هذا الموضوع. استقيموا إليه واستغفروه، هذا يتفق مع الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، يعني سددوا وقاربوا. ولهذا استقيموا إليه واستغفروه، بمعنى قد لا يستطيع الإنسان ببشريته وضعفه أن يقوم بالاستقامة على وجهها، ولكن الله سبحانه وتعالى رحمنا وعلم ضعفنا، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. إذن الاستقامة تسديد ومقاربة، بمعنى إصابة ومقاربة من الإصابة عند العجز، سواء كان عجزا بدنيا أو عجزا باعتبار ضعف النفس البشرية.